بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المحترم سعد باشا زغلول زعيم الأمة. أسعدت الباشا أنا من العشم، يعني محبة، يعني عايز أسأل أنت بتعمل إيه عندك وسايبنا يا باشا؟ السكة لغاية باريس طويلة، مش عارفين يعني نتكلم يعني. وأنا نقصت يا باشا، نقصت من البوكس واللي كنت عايز أبقى بطل فيه زيك كده، وكمان أنا نقصت من الناس والأحوال. وبعدين يا باشا يعني لا مؤاخذة يعني كنت أريده كده يا حبيبي. انا ياما قلت لك بلاش. بلاش ده يا خالتي، ما جرس حاجه. كسي بقى والنبي. مفيش حاجه، يلا روحي هاتي كوبايه ميه لعمك الشيخ. واحد بعت شويه الذهب وشرت شويه نحاس. انا صحيح اعمى لكن وداني متربيه كويس، اعرف صوت الذهب من صوت النحاس. اتفضل يا سحوده، اهو اهو ده ذهب يا سحوده، ده ذهب، ده ذهب. انا ما اعرفش فيه ليه كده حليف، ده غلط جدا. اوعى يا حوده، اوعى خليني اقطعها، اوعى خليني اقطعها يا حوده. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك لطفي. يلا خش اوضتك، خش اوضتك يا بنتي دلوقتي. يهدى خد يا عم الشيخ. معلش يا عم الشيخ، بكره سختك ترجع لك. قوم يا اخويا، قوم 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 يا حوده. خد خد امسك امسك. يلا يلا يا اخويا. يلا خير يا جنش. خير طبعا. برهان ما برهنش، خطف رجاله ما بخطفش. يا عم حلمك علينا. حلمك عليا. حلمك يعقوب افندي حداد. مش انت بتاع عبد الحميد القلالي ليه؟ عليك نور. احنا جايين لك عشان اخوك وصاحبك عبد الحميد القلالي. مال اركب بس، اركب اركب، تعالى افهمك في السكه عشان خاطر، عشان خاطر اركب. تعالى خد طبل على قلبك.